بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الديسيجن ميكينج واحد من الانتربيرسونال اند تيم سكيلز. مدير المشروع يجب أن يتمتع بخاصية اتخاذ القرار السليم. يفترض يتبع الخطوات الأساسية في اتخاذ القرار. يفترض يشتغل تورس الأوبجكتيف والأهداف حقته. يفترض يطلع كل الأفكار الجيدة من التيم حقه. يفترض يعاين للريسك الريليتد مع الديسيجن ميكينج. اتخاذ القرار واحدة من الأشياء اللي بتؤثر على الكوست والتايم والسكوب والكواليتي والريسك والكاستمر ساتيسفاكشن، ولذلك دائما القرار الرشيد يؤدي إلى نجاح في المشروع حقنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.